رغم الجهود اللي مصر بتبذلها في سبيل تحقيق المصالحة الفلسطينية، يبدو أن لسه في بعض الأيادي بتحاول تفشل هذه الجهود. النهاردة وزارة الداخلية الفلسطينية أعلنت عن تعرض موكب رئيس الوزراء رامي الحمدالله لمحاولة تفجير فاشلة تسببت في إصابات طفيفة لبعض الحراس. الرئاسة الفلسطينية أصدرت بيان حملت فيه حركة حماس مسؤولية الانفجار، في حين أن الحركة رفضت اتهامات السلطة الفلسطينية وأكدت أن دي محاولات لضرب جهود تحقيق الوحدة الفلسطينية. القيادي الفلسطيني محمد دحلان أدان على صفحته على فيسبوك الهجوم، وأكد أن الاحتلال وحده المستفيد من دفع الوضع الفلسطيني نحو الدم، وأن الجريمة لا يجب أن تمر ولا يتم التعامل معها باستهتار، وأن هدفها وأد جهود المصالحة. نشوف هذا التقرير. انفجار في منطقة بيت حانون شمال قطاع غزة، لكنه ليس كغيره، إنه موكب رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمدالله الذي كان في طريقه إلى افتتاح محطة الصرف الصحي شمال القطاع. اللي عملوه اليوم معنا على حاجز بيت حانون على المدخل راح يزيد ناس على تحقيق المصالحة، مش راح يمنعونا. أنا فاكر الكوت وصلنا على فخامة الرئيس، فجروا فينا ثلاث سيارات أثناء دخولنا لقطاع غزة، هذا بأكد لكم 100%، لن يمنعنا عن وصلة الطريق نحو الخلاص من هذا الانكسار المريء، صاروا واصل ورح نيجي على غزة، ولو أنا مش مسافر بكرة مشان أروح على اجتماع كان قاعد في غزة اليوم وبكرة بعده، ورح أرجع على غزة واللي بده واللي ما بديش ربيت. الرئاسة الفلسطينية حملت حركة حماس المسؤولية عن الحادث في الوقت الذي وصفت فيه حماس الهجوم بالجريمة، مؤكدة أنه جزء لا يتجزأ من محاولات العبث بأمن قطاع غزة وضرب جهود المصالحة، كما جاء على لسان الناطق باسم الحركة فوزي برهوم. موكب الدكتور رامي الحمدالله، والهدف من هذه الجريمة هو استهداف أمن واستقرار قطاع غزة وكل جهود مكونات الشعب الفلسطيني والمصريين لتحقيق الوحدة والمصالحة. ذات الأيدي التي اليوم استهدفت موكب الدكتور محمد الله هي ذاتها التي حاولت اغتيال اللواء توفيق بن عيم في قطاع غزة، وأيضا اغتالت الشهيد القائد في كتاب القسام وحركة حماس الأخ مازن فقهاء. ولكن نحن نطالب وزارة الداخلية أيضا بفتح تحقيق فوري وعاجل في منافسات هذه الجريمة. الانفجار الذي استهدف موكب الحمدالله لم يمنع السلطات الفلسطينية من إتمام ما جاءت من أجله، إذ استمر الموكب في طريقه لاستكمال الفعاليات المقررة، في حين تحقق الأجهزة الأمنية في الانفجار لكشف أسبابه وملابساته.